هدفان في الشوط الأول من هوزي دانييل بونشي ساعدا الأرجنتين التي تلعب بالقمصان المقلمة الحمراء والزرقاء على الفوز على ألمانيا الغربية بثلاث أهداف لواحد في مدينة دوزلدورف الألمانية الغربية، وكان هذا ثالث فوز للأرجنتين في ثلاث مباريات ضمن جولتها الأوروبية. بونس يحمل الرقم 7، سجل هدفه الأول من ضربة جزاء حرة في الدقيقة 5، ثم سجل هدفه الثاني في الدقيقة 36 بعد أن خسرت ألمانيا الغربية الكرة على الجناح الأيمن، هذا هو الهدف الثاني. وقد شاهد 45,000 متفرج بينهم مدرب المنتخب الألماني الغربي اللاعب السابق الفاز فرانس بيكنباور، شاهدوا الأرجنتين وهي تتقدم بثلاثة أهداف للا شيء، وهذا الهدف الثالث، ثلاثة أهداف للا شيء على ألمانيا الغربية، وكان آخرها من بورا شايا في الدقيقة 58، ولكن ألمانيا سجلت هدفها الوحيد في الدقيقة 75 عن طريق جيكوبس برأسه من ضربة حرة، هذا هو بيكنباور اللي شفناه دلوقتي، وكانت هذه أول مباراة دولية هاي بالرأس.